السلام عليكم. المكاشفة التي حملها البيان الحكومي الأخير جاءت بعد عام على تحرير عدن والسعي الحثيث من أجل تكوين نواة للدولة اليمنية الاتحادية في العاصمة المؤقتة عدن. البيان الذي قدم شرحا واسعا للمعضلة الاقتصادية وتداخلاتها المحلية والإقليمية حمل قليلا من الغموض وكثيرا من الشفافية فيما يتعلق بالواقع الراهن في اليمن بشكل عام والمحافظات المحررة بشكل خاص. والواضح أن عودة الحكومة دون غطاء اقتصادي ولا موازنات تشغيلية حال دون تحقيق مهامها المتعلقة بيوميات المواطنين، وأجاب على السؤال الذي يشهده الأداء الحكومي في العاصمة عدن. وبحسب مراقبين فإن البيان الحكومي قد كشف عن تلاعب الميليشيا بالاقتصاد والرواتب والمخصصات التابعة للمحافظات المحررة، إضافة إلى كشف الستار عن ضغوط القوى الدولية التي تمارس على الحكومة بخصوص تصدير النفط وتحرير منشأة رأس عيسى ومسألة تحرير المركز المالي. فما هي رسالة البيان الحكومي ودلالة توقيته خصوصا بعد عام على تحرير عدن؟ وماذا عن إسناد التحالف للحكومة تجاه الضغوط الدولية التي تمارس وما مدى جدية ذلك الإسناد؟ وما هي الخيارات المتاحة للسلام في اليمن من خلال الموقف الحكومي الأخير؟ حول هذه الأسئلة مشاهدين الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، فكونوا معنا ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. تؤكد الحكومة أنها معنية بالأوضاع في عدن أمنيا وخدميا وخاصة في مجال الكهرباء. لم تنتهي المعركة، فبعد مرور عام على تحرير عدن عاصمة اليمنيين المؤقتة وإعلان الحكومة آنذاك عزمها على إعادة الخدمات الأساسية إلى المحافظة، تعود هذه المرة حكومة بن دغر إلى واجهة الأحداث ببيان حمل الكثير من المكاشفات حول الصعوبات والضغوطات التي تواجهها منذ عودتها إلى عدن. كشف البيان عن ورقة المرتبات والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء التي قطعتها الميليشيا في صنعاء عن عدن والمناطق المحررة منذ بدء الانقلاب. وبحسب البيان يقوم الحوثيون بتحويل هذه المخصصات لتمويل حربهم على اليمنيين وتحويل ما نسبته 33% من مجموع الإنفاق الشهري لصالح المجهود الحربي. إنهم يحولون للمجهود الحربي 25 مليار ريال شهريا من إجمالي 75 مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات. ولم تكن الميليشيا لتتجرأ على القيام بذلك ما لم يكن هناك مواقف سياسية تعمل على تشجيعها على التمادي في ذلك. وللأسف الشديد فإنما شجع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية هي تلك السياسة البلهاء والتي سميت بالهدنة الاقتصادية التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية. ضغوط دولية لا تكتفي بدعم الميليشيا الانقلابية بل وتحول دون تمكين الحكومة من مصادر الدخل القومي الواقعة في نطاق سيطرتها وتحرير الأخرى بحسب البيان. ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدما في بيع وتسويق نفط المسيلة وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين. إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة فقط، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى. تراهن الحكومة إذن على قدرتها في تحسين حياة الناس وانتشالهم من الآثار المدمرة للحرب إذا ما سمح لها ببيع النفط وتحرير بقية المناطق، إلا أن هناك من يريد للبلد أن تظل حلبة صراع دائمة دون تمكين اليمنيين من استعادة دولتهم المنهوبة والاستفادة من خيراتها وإن قلت. فهل يظل لغز التحرير عويصا على الفهم بعد هذه المكاشفات؟ إذن مشاهدينا الكرام، بداية نستضيف معنا دكتور هبة الله علي شريم وزير المياه والبيئة عبر الهاتف. مساء الخير دكتور هبة الله. الصوت مش واضح. سأحاول أن أرفع صوتي عليك دكتور. مساء الخير، وبداية نتحدث نحن عن البيان الصادر عن الحكومة يعني التي تم طرحه، طالما يعني نود أن نعرف لمن تم طرح هذا البيان طالما الحكومة هي المسؤول الأول عن الإشكاليات التي تم طرحها. لا تسمعني دكتور هبة الله؟
الصوت غير واضح. سنحاول الاتصال بك مرة أخرى. إذن يكون معنا ضيفنا عبر سكايب الأستاذ محمد عثمان من الدوحة، المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، سعد الله مساءكم. أهلا بك معنا أستاذ محمد، ونتحدث نحن عن البيان الذي وضعته الحكومة وأيضا بيان محافظة عدن. لو دخلنا بداية لبيان الحكومة، برأيك ما الرسالة التي أراد توصيلها أستاذ محمد؟ والله حقيقة الحكومة اليمنية تتعرض لانتقادات شديدة من اليمنيين في الداخل والخارج، وتحملت أكثر من قدرتها على التحمل حقيقة، لأنه لا يوجد فيها شيء. يعني الحقيقة أنه وضع فخ موضوع تحييد البنك المركزي اليمني ووضع مصادر الثروة ومصادر الدخل والإيرادات القومية داخل البلد في يد العصابات الانقلابية. من الذي وضع هذا الفخ أستاذ محمد؟ للأسف هناك أطراف دولية مؤثرة في موضوع الاقتصاد العالمي ولها تأثير قوي، ضغطت نحو فكرة أنه يجب تحييد البنك المركزي اليمني ويجب إبقاء الإيرادات تصل. يعني نحن في مرحلة مواجهة مع عصابة انقلابية، وفي ذات الوقت نوصل الإيرادات الضريبية والجمركية وإيرادات النفط التي هي في الغالب توقفت جزء كبير منها، لكن في الغالب كل هذه الإيرادات كانت تصل إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء، ولا يتورع الحوثيون عن سحب حتى كامل الاحتياط النقدي وأغرقوا البنك بأذون الخزانة والديون المحلية وما إلى ذلك. يعني نحن الآن على وشك انهيار كلي حقيقة. فالحكومة تعرضت لضغوط وانتقادات لاذعة، كلنا انتقدنا الحكومة على تقصيرها، ولكن الحقيقة الحكومة كان عليها أن توضح للشعب وأن توضح للعالم وأن توضح للمواطنين أنها عند مسؤوليتها، ولكن هناك أشياء خارجة عن السيطرة، هناك أشياء خارجة عن يدها. لو كان المجتمع الدولي والتحالف وقفوا بقوة نحو نقل البنك المركزي اليمني وكامل الإيرادات إلى العاصمة المؤقتة عدن، كانت الحكومة ستستطيع أن تحل كثير من المشاكل الاقتصادية حقيقة. لذلك كان على الحكومة أن توضح هذه الحقيقة للعالم أنها تواجه حتى تعرض مثلا في مصادر نفطية معينة تحت سيطرة الحكومة، الحكومة تواجه صعوبات وتمنع من من بيع النفط. صحيح. طيب يعني البيان هذا أستاذ محمد، يعني أليس هو هذه المصارحة والمكاشفة التي تحدثت عنها، أم أنه برأيك جاء متأخرا؟ هو حقيقة أتوقع أن الحكومة سعت في محاولات حثيثة للحصول على الدعم من اتجاهات مختلفة حتى تغطي نفقات وحتى تستطيع أن توفر خدمات للمواطنين، لكن وصلت إلى نقطة انهيار كلي. لا يمكن المواصلة. يعني الكهرباء عشان تشتغل في عدن مثلا وفي المناطق المحررة نحتاج إلى وقود، نحتاج إلى مصاريف، نحتاج إلى صيانة، نحتاج إلى ماشينز جديدة، نحتاج إلى أشياء كثيرة. الحكومة تواجه عقبات، يعني إضافة إلى الميزانية التشغيلية للوزراء وتحركاتهم، دعم المقاومة، دعم الجرحى، هناك ملفات عديدة يجب الوقوف بقوة أمامها حتى تنجح القضية، وحتى نستطيع أن نحرر البلاد من هذه الميليشيات وننجح في معركتنا، لأن المعركة الاقتصادية ستحدث سقوط كلي للدولة، وسنتحول إلى غابة يعني في حالة انعدام كل شيء. إذن ينضم معنا أستاذ محمد، يعني سينضم معنا الآن الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. ألو أستاذ مصطفى، هل تسمعني؟ أي الآن أسمعك. تمام. نعم أستاذ مصطفى، يعني تحدث البيان عن مضامين اقتصادية عديدة، برأيك ما مدى دقة ما ذكر من أرقام ومعلومات داخل هذا البيان؟ عفوا الصوت مش واضح كثير. نعم الآن أستاذ مصطفى، أنا سأرفع صوتي بقدر ما أستطيع. كنت سألتك عن أن هناك في البيان مضامين اقتصادية ومعلومات اقتصادية طرحت، برأيك ما مدى واقعية هذه المضامين والأرقام التي ذكرت؟ في بيان الحكومة تقصدين؟ نعم نعم. في الحقيقة هذا سبق وأشرنا إليه خلال الفترة الماضية، بأنه فعلا الحكومة وقعت في فخ ما يسمى بحيادية البنك المركزي وحيادية الاقتصاد، وبالتالي خضعت خلال
منذ بداية الأزمة لما يسمى بالهدنة الاقتصادية، وكان هناك تدخل من قبل الدول تحييد الشأن الاقتصادي عن الشأن السياسي، وبالتالي تدار المؤسسات الاقتصادية وأبرزها البنك المركزي بصورة محايدة بحيث تدفع النفقات التشغيلية الأساسية كنفقات المرتبات والنفقات والاحتياجات الأساسية لليمن كلها. نعم. طيب أستاذ مصطفى، نعم، هذه الهدنة الاقتصادية تحدث عنها يعني البيان وصفها بأنها مهزلة، برأيك هل اكتشفت الحكومة ذلك متأخرا؟ يعني ألم يكن منذ بداية الأمر، منذ أن طرح عليهم الفكرة، ألم يدركوا حجم المعاناة التي سيصلون إليها من خلال هذه الفكرة حيادية البنك؟ والله هو جزء منها هو سوء إدارة وسوء تخطيط أيضا من قبل الحكومة الشرعية، لأنها لم تحسب يعني ما هي الاستراتيجيات أو الأبعاد مثل الخطوات التي توافق عليها هذه النقطة. ونقطة أخرى أنها يبدو على ما يبدو كانت تأمل بأن يتم حل أو التوصل إلى حل سياسي سريع، وبالتالي تعود إلى صنعاء. وكان هناك أيضا مورست عديد من الضغوط الدولية بحجة أنه عدم سقوط المؤسسات وانحلال المؤسسات الرسمية للدولة. ولكن للأسف الشديد عندما عادت الحكومة الشرعية إلى عدن مؤخرا اكتشفت أنها قليلة الحيلة، واكتشفت أنها لا تستطيع أن تقوم بأي شيء في الأرض، لا سيما بعد عدم حصولها على أي مبالغ مالية كدعم النفقات التشغيلية وقيام جماعة الحوثي المسيطرة على البنك المركزي بتوقيع كثير من النفقات التشغيلية للمدن المحررة، وبالتالي وجدت نفسها عاجزة عن أن تقوم بأي فعل على الأرض ما لم تعيد النظر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد وإدارة الموارد. وهي مسألة حقيقة معقدة، لكن أيضا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن. نعم أستاذ مصطفى، ماذا عن إيقاف ميزانية المحافظات المحررة من قبل سلطة الميليشيا، وأيضا إهدار الميزانية المالية ويعني خصم المبالغ المحددة، يعني ربما ذكرها البيان بأنها تصل إلى 33% بما يعرف بالمجهود الحربي؟ الحكومة تحدثت على لسان رئيس الوزراء بأنه النفقات المرتبات على سبيل المثال التي تصل أو تقارب 75 مليار دولار في الشهر يتم اقتطاع 33% ما نسبته 33% منها لما يسمى المجهود الحربي، وهي نسبة كبيرة إذا ما كانت المعلومات دقيقة التي تحدثت عنها الحكومة. الإشكالية الآن أن الحكومة تقف عاجزة في ظل عدم وجود أي موارد، وهي الآن لجأت لخيارات ربما منها محاولة تصدير النفط الذي في نفط المثيلة والمقدر ب 3.5 مليون برميل، واعتقد انه هذا سيعالج بعض المشكلة التي تعاني منها الحكومة، لكن الحكومة الان بحاجة الى ان تضع موازنة الطوارئ وان تجمع او تحشد الموارد لهذه الموازنة، وبالتالي ايضا تستقطب الموارد المتعلقة من المنافذ الجمركية وايضا من المنافذ من الموانئ وغيرها لكي تتحمل مسؤوليتها على الأقل في إدارة الشأن الاقتصادي في المحافظات المحررة. الآن الحكومة نعم أستاذ مصطفى، طيب فيما يتعلق أيضا بالضغوط الدولية التي أو يعني ذكرت في البيان وقيل بأنها لها نفوذ على السياسة المالية الدولية، يعني من يقصد بها برأيك؟ هل البنك الدولي أم أن هناك جهات دولية أخرى هي التي تمارس مثل هذه الضغوط؟ طبعا بالدرجة الأولى هي المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه المؤسسات أيضا ليست بعيدة أيضا عن التأثير السياسي للدول الكبرى، وبالتالي يعني الحكومة يجب أن تمارس صلاحياتها في هذا الجانب وتحدد استراتيجيتها وتحسب أيضا ما يتعلق بالفرص والمخاطر لأي خطوات اقتصادية مقبلة، ويكون نصب أعينها ما الذي سيستفيده المواطن، لأن اليمنيين الآن هم يعني وقعوا ضحية لممارسات اقتصادية سلبية خلال السنوات الماضية،
وبالتالي التفكير بأي خطوات اقتصادية لابد أن يكون محسوب ومدروس. هذه خطوات تتحملها الحكومة ولابد أن تحشد لها الدعم سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي. ما زالت الحكومة الشرعية تحظى بشرعية سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وعليها أن تستفيد من هذه الخطوة لممارسة دورها وإدارة الشأن الاقتصادي وتحمل مسؤوليتها في أمريكا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني برأيك ما هي دلالة توقيت إصدار مثل هذا البيان، خصوصا يعني بعد عام على تحرير عدن والمدينة الآن تستعد لاحتفالها الأول؟ وحقيقة الجميع كما أسلفت يلقي باللائمة على الحكومة أن هناك أراضي محررة ولم تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل، لم توفر الخدمات للمواطنين داخل البلاد، أيضا مع فشل وتعثر المفاوضات في الكويت، ونحن نعلم أن هناك مراحل قادمة إذا لم يكن هناك حسما عسكريا للقضاء على هذه الجماعة وإيقافها عند حدها وسحبها من المدن، فإن الأزمة ستطول وأن المعاناة ستستمر. لذلك كان على الحكومة أن توضح. أيضا أنا لم يعني إلى الآن مش قادر أستوعب موضوع أنه أطراف دولية وأطراف مؤثرة تمنع الحكومة من بيع مشتقات نفطية من موانئ تحت سيطرة الشرعية لتدعم ميزانية الحكومة التشغيلية، وبذات الوقت المجتمع الدولي بأسره يدعي أنه مؤيدا للشرعية. إذا أين تكمن أو أين يكمن الخلل أستاذ محمد، يعني بهذه المصارحة التي وضعتها الحكومة من خلال هذا البيان للرأي العام؟ يعني هناك فعلا إذا دول لا تريد لهذه المسألة أن تحل، أو ربما هي داعمة بصورة أو بأخرى للميليشيا؟ ربما حقيقة هناك أطراف الجميع يعرف أنها تضغط، حتى ليس في الجانب الاقتصادي إنما في جانب المشاورات، إنما الملف الاقتصادي يعتبر كورقة ضغط أخرى. يراد للقضية اليمنية أن تظل أن لا تنتهي، ويراد لجماعة الحوثي أن تبقى قوية. ماذا يعني أن المجتمع الدولي وبقرارات ومرجعية دولية يقف ضد جماعة الحوثي صراحة، وبذات الوقت يترك مصادر الدولة الاقتصادية في يد هذه الجماعة لتعبث بها وتزود جبهاتها الانقلابية ومجهودها الحربي؟ يعني نحن الآن أمام حتى صرف المرتبات داخل اليمن هناك انتقائية، يعني في بعض المناطق كثير من الناس أوقفت مرتباتهم، يتم اجتزاء مبالغ كبيرة لدعم المجهود الحربي، يتم فرض إتاوات حتى على التجار وعلى المواطنين لدعم جبهات الحوثيين. يعني نحن أمام استهلاك للإحتياطي أيضا. كذلك الكارثة هنا أن الحكومة نفسها لم تتلقى دعم كافي لنفقاتها التشغيلية ولتزويد الخدمات للمناطق التي حررت كعدن، فكان على الحكومة أن تصدر مثل هذا البيان حتى يعلم الجميع أن المسألة الآن لم تعد أن حكومة عليها مسؤولية معينة، المسألة أكبر من كذا، المسألة أنه الآن أمامنا ملف شائك في جوانب متعددة. يعني القضية اليمنية ستطول والأزمة ستستمر والمعاناة ستزيد، لذلك الحكومة طبيعي أنها تطرح مثل هذا البيان حتى يكون إيضاحا للرأي العام داخل اليمن وللمواطنين اليمنيين، وكذلك يكون رسالة للمجتمع الدولي وللجهات الخارجية أنه لا، يجب أن تحريك الملف الاقتصادي ودعم الحكومة اقتصاديا وسحب الموارد الاقتصادية من تحت يد ميليشيات الحوثي حتى نستطيع المعركة الاقتصادية والحرب اقتصاديا هي جزء كبير. يعني نحن لو حاربنا الحوثي والجماعة الانقلابية اقتصاديا وحوصروا اقتصاديا وانتزعت المصادر والموارد من أيديهم لسقطوا. يعني الحرب الاقتصادية هي جزء مهم أساسا. يعني نحن لا نريد أن يظل الحوثي وصالح يدوشون بموضوع النماذج، أن يقول لك عدن حررت والكهرباء منقطعة والمشتقات النفطية غير متوفرة وكذا، ويضربون الأمثلة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، وبذات الوقت الشرعية تمتلك نفط وغيرها من كذا ولا تستطيع تسويقها وإخراجها من الموانئ التي تقع تحت سيطرتها. ماذا لو كانت هذه الموانئ تحت سيطرة الحوثي؟ كان سيعبث بكل شيء، وكل شيء الآن يورد إلى المجهود الحربي، وهناك إتاوات بمئات الملايين تفرض حتى على الصرافين داخل اليمن. محلات الصرافة في محافظة إب تم سجن الصرافين أجمعهم، وكل صراف 30 مليون ريال علشان يخرج من السجن.
نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا أيضا الدكتور العزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة. مساء الخير دكتور العزي. مساء الخير دكتور. يعني البيان الصادر عن الحكومة، يعني هناك من يتساءل لمن تم طرحه، طالما يعني هل هي فقط مكاشفة أو رسالة أريد إيصالها للمجتمع الدولي أم للشعب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير وجميع مشاهديكم والأمة العربية والإسلامية وأبناء اليمن بدرجة خاصة، وخوات مبارك على الجميع. بالتأكيد على الجميع، البيان الذي صدر عن الحكومة هو بيان واضح بكثابته، يعني لكل الأطراف المعنية بعملية السلام وبالعملية السياسية في اليمن. هو لم يكن مجرد بيانا عاديا، إنما كان مركزا وهادفا وأوصل أكثر من رسالة. يعني عملية أن تظل موارد البلد بأيدي الميليشيات وبأيدي الانقلابيين، ويستهدف منهم بالدرجة الأساس يعني تسخير هذه الأموال لضرب المجتمع وتدمير الدولة وبنيتها. هذا أمر مرفوض، وبالتالي يعني الحكومة وقفت أمام هذه الإجراءات التي تتم بعيدا عن القضايا القانونية والشرعية، وحددت موقفها بشكل واضح وجلي لكل المعنيين. نعم نعم. لماذا في هذا التوقيت تحديدا دكتور العزي؟ بالتأكيد يعني كما تتابعون ويتابع الجميع على أن ما يحدث الآن هو تدهور متسارع وكبير في الجانب الاقتصادي وفي يعني ما يتعلق بالمال العام والعبث بالمال العام وانتهاكات قوانين البنك المركزي، وأصبح جليا بالتأكيد كما ذكرنا سلفا للجميع على أن ما كان يسمى بالهدنة الاقتصادية مجرد عبث يجب إيقافه، وبالتالي تحديد المسار بشكل صحيح، ويجب أن تكون البوصلة واضحة وإلى أين نحن سائرون. نعم، إذا فيما يتعلق فيما جاء في البيان دكتور، يعني قيل لو أن المجتمع الدولي سمح بتحرير النفط، نفط رأس عيسى، هل كان رغبة في تحرير رأس عيسى فقط أم تعرضتم فعلا لضغوط دولية مباشرة بخصوص هذا الأمر؟ نعم، من يعني هل يعني لا يراد للحكومة، هل نفهم أنه لا يراد للحكومة أن تمارس مهامها؟ هو هذه إعاقات، لأن هذا عمل أساسي وأصيل للحكومة. لماذا تظل الحكومة خارج هذا الإطار؟ لماذا هذه المعوقات التي توضع أمام الحكومة؟ الحكومة هي المعنية أو مشروعية كاملة للحكومة بأن تتصرف في موارد البلد. نعم، وأين وكيف تسخر ولمن؟ نعم، يعني إذا الحكومة يعني بعد مرور عام يعني على تحرير عدن أطلقت مثل هذا البيان في أنها لم تستطع أن تدير يعني المسألة من هناك، بخصوص يعني كثير من المضايقات المالية، منها أيضا تحييد المركز المالي. إذا هل ستكتفي الحكومة بهذا البيان فقط أم أن هناك خطوات أخرى ستقوم بها ما لم يتحرك المجتمع الدولي بجدية لدعم الحكومة الشرعية؟ بالتأكيد يعني لدى الحكومة إجراءات وتدابير ستتخذها حرصا على المال العام وحرصا على مصلحة الوطن والمواطن. لن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هكذا إجراءات أو هكذا تصرفات. لابد أن تقوم الحكومة بدورها وواجبها وفقا لمشروعيتها ووفقا للقوانين والدستور والنافذ كبيرا. يعني لا أعتقد أن القوانين تسمح بغير الشرعية بما تتصرف به، وأن يقعد المجتمع الدولي مساندا أو ساكتا أو يتصرف بموقف سلبي أو حياد سلبي إن صح التعبير. نعم، إذا دكتور العزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام أيضا أستاذ محمد ابقوا معنا، سنذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ محمد. إذا أستاذ محمد، يعني نخلص من البيان أن الحكومة تحت ضغوط دولية كبيرة، أنها لا تستطيع أن تتحرك وفقا ل يعني ما يتاح لها من إمكانيات، إذا ربما السؤال، طالما هناك ضغوط دولية أستاذ محمد، أين هي دول التحالف العربي؟ ما الذي يفترض أن تقوم به في مثل هذا الموقف؟ هو حقيقة أنه بعد هذا البيان الحكومة عليها خطوات معينة ستتخذها وإجراءات معينة، يعني ليس البيان هو كل شيء، إنما البيان كان إيضاحا ومكاشفة للداخل والخارج. لكن على الجانب الآخر، الحكومة ستسعى مع دول التحالف لإيجاد حلول لهذه المشكلة، لأنه حقيقة نحن الآن حتى إذا قلنا تحرير المركز المالي من أيدي الانقلابيين في صنعاء، هذه الجماعة سحبت كل الاحتياط النقدي الذي يقدر بقرابة 5 مليار دولار، طبعت بالمكشوف وسحبت بالمكشوف وأذون خزانة من البنك المركزي، يعني سحبت كل شيء. إنما هناك خطوات يجب أن ملحوقة، يعني أنه يجب أن تصدير النفط من الموانئ التي تقع تحت أيدي الشرعية وتوريدها للبنك المركزي اليمني في عدن مثلا، الدعم الكافي للخزينة والميزانية التشغيلية والمرتبات للحكومة من دول التحالف ومن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بمسؤولياته، لأنهم تركوا المركز المالي وتركوا البنك المركزي اليمني بفخ الحياد عندما قالوا يجب أن يبقى محايدا حتى تستمر أمور المرتبات وكذا. أمور المرتبات استمرت من الاحتياطي الأجنبي داخل البنك، والآن نحن على وشك الإفلاس تماما، وحينها هذه الجماعة الإنقلابية ستتخلى عن مسؤوليتها، يعني في حالة وصل إلى أنه انتهى الاحتياطي وانتهت الآن لا يبقى في البنك المركزي سوى الوديعة السعودية، فماذا بعد؟ يعني ستتخلى الميليشيات بحجة الحصار وبحجة العدوان كما يرددون، وبالاخير المرتبات ستتوقف على الشعب باكمله، يعني هم الان وقفوا عن مناطق كثيره الى الان. نعم، حتى على مستوى الامانه كثير من الجهات لم تستلم رواتبها بعد، ربما خلال هذه اليومين تفرج. اذا اسمح لنا ايضا ان يكون معنا المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان. مساء الخير استاذ عبد الناصر. مساء الخير. بدايه استاذ عبد الناصر، يعني كيف تعلق على ما جاء في البيان الحكومي؟ يعني البيان الحكومي تأخر كثيرا في شرح المشكلة الأصلية. المشكلة الأصلية أن الدولة تحارب جهة، وهذه الجهة هي التي تتولى أمر الشؤون اليومية للشعب اليمني، وهذه حالة شاذة كان من الضروري أن يتم الانتباه لها منذ بداية، على الأقل منذ بداية الحرب، ولكن الحكومة لم تلتفت لهذه المشكلة. هذه المشكلة تفاقمت ووصلت إلى ما وصلت إليه، وحاليا لا أعتقد بأن هناك حلول مثالية للمشكلة. ما دامت المشكلة الأصلية لا زالت على ما هي عليه، وهي تتمثل في أن الحوثيين مسيطرين على الدولة وعلى أجهزة الدولة، ولا يوجد أي أجهزة بديلة تستطيع الحكومة أن تمارس من خلالها السلطة الإدارية والسلطة المالية للدولة. نعم، ربما أستاذ عبد الناصر، يعني بداية أن الحكومة كما تفضلت قلت لم تنتبه لمثل هذه النقطة، ولكن ألم يكن هناك وجود ما عرف بالهدنة الاقتصادية وتحييد البنك المركزي؟ ليس هناك من هدنة اقتصادية، كان هناك أمر واقع أعتقد هو أكثر من كونه هدنة أو حتى اتفاق. كان هناك أمر واقع، هذا الأمر الواقع أن استمر الحوثيين بدفع النفقات الضرورية وتحديدا رواتب الموظفين في عموم الجمهورية خلال فترة الحرب، واستمر الحال عليه إلى الآن. ما حدث أنه في فترة من الفترات حاولت الحكومة اليمنية أن تنقل أو تحاول أن توجد بنك مركزي رديف، وكانت هذه الخطوة من وجهة نظر أطراف كثير دولية وتحديدا الدول الغربية وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات المانحة، رأت أولا أن هذه الخطوة يبدو أنها غير عملية، هناك مشكلة فنية، أنه إلى أين ستنقل هذه المصرف المركزي، إلى أين سينقل؟ عندما تطرح عدن، عدن لم تعد العاصمة المؤقتة،
عدن أصبحت كيا عاصمة لكيان مسخ لا نعرف ماذا نسميه. لا يمكن أن تكون عاصمة مؤقتة وجزء ومعظم. ولكن معظم أفراد الحكومة الآن هناك أستاذ عبد الناصر ويمارسون مهامهم منها. السخرية أنه يمكن أنه لو خرج أي وزير ينتمي إلى الشمال إلى شوارع عدن يمكن يرحل اليوم الثاني أو في نفس اللحظة يرحل إلى منطقة أخرى. لا يمكن أن تكون هذه عاصمة. عدن فقدت كل أهميتها بعد أن أصبحت تحت سيطرة الانفصاليين والفصائل الأخرى، وبالتالي لم تعد هي العاصمة المؤقتة لليمن ولا حتى مدينة من مدن الجمهورية اليمنية، لأنه المدن الأخرى ممكن أن تكون مدن تابعة للجمهورية اليمنية، ولكن عندما تكون مدينة لم تعد تخضع لقوانين الجمهورية اليمنية فإنها لا تصبح عمليا مدينة من مدن الجمهورية اليمنية، فما اسمح لي أن أقول عاصمة اقتصادية. نعم. هذا هو الأمر المهم، لأنه إلى أين سننقل الآن بنك مركزي جديد إذا نريد أن ننقله؟ إلى أين سننقله؟ هذا سؤال مفروض يوجه للرئيس الدولة ليجيب لنا عليه. نعم، إذن دعني فقط نشرك معنا أيضا أو أعود للأستاذ محمد عثمان. أستاذ محمد، ربما استمعت لرأي الأستاذ عبد الناصر، يجد أنه يعني مسألة الهدنة الاقتصادية أو تحييد البنك المركزي يعني لم تكن حقيقية 100%، وإنما هي أمر واقع فرض على الجميع، وأيضا مسألة نقل البنك المركزي إلى عدن غير واردة أو غير منطقية، لأنه كما يرى الأستاذ عبد الناصر أن عدن لم تعد فعلا عاصمة مؤقتة ولم تعد يعني ربما تنتمي لمدن الجمهورية اليمنية لأنها لا تحتكم بقانونها. ما رأيك؟ وحقيقة نحن أمام خيارين أحلاهما مر. الجماعة الحوثية في صنعاء هي فرضت أمر واقع وسيطرت على المصرف المركزي البنك المركزي اليمني وسيطرت على كل شيء، وكان من الصعوبة أصلا انتزاعه من يدها أصلا بالاحتياط بكل شيء بما فيه، لكن نحن الآن أمام أزمة يجب اتخاذ حل فيها. يعني عدن وإن حصلت فيها أجندات معينة أو ممارسات معينة لبعض الفصائل، وهذا شيء طبيعي لأنه نحن الآن نعيش في مرحلة فوضى وكل فصيل لديه أجندة معينة، فهذا شيء متوقع منهم. يعني الحراك، خصوصا الحراك المتشدد التابع لعلي سالم البيض والممول سابقا من إيران، لديهم أجندات معينة ويمارسون بعض الممارسات الخاطئة، لكن نحن يجب أن لا نعمم الموضوع. فأنا أختلف معه قليلا في هذه النقطة. فعدن هي العاصمة المؤقتة لليمن مهما حصل فيها، والحكومة الآن هناك فيها. الخطوات التي من وجهة نظري يجب اتخاذها هو أولا فتح موانئ التصدير للنفط الموجود في اليمن وتحرير أي موارد أخرى تقع تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، أيضا على التحالف العربي لإنجاح مهمته والاستعادة الشرعية بشكل كامل ولإعادة تطبيع الأوضاع في اليمن أن يرفض الخزينة، خزينة البنك المركزي في عدن بمبالغ كبيرة تستطيع الحكومة من خلالها تحمل مسؤوليتها. الحكومة عندما أصدرت هذا البيان هي استشعارا منها بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية أمام الشعب اليمني، ومكاشفة وتوضيحا للرأي العام وللخارج، وإيصال رسالة أيضا أنه لا، الحكومة يجب أن لا تبقى مكبلة الأيدي بلا ميزانية ويجب وتقعد تشحت صدقات من هنا وهناك. يعني في بعض الأحيان بعض الوزراء لا يجدون النفقات التشغيلية لسفرياتهم ولممارسة مهامهم العادية. لذلك هناك خطوات يجب اتخاذها، وبالتوازي أيضا أنا أؤكد على موضوع إما أن نصل لحل سياسي بشكل سريع أو يتم الحسم عسكريا. نعم، إذا أستاذ محمد نعم أعود إليك أستاذ عبد الناصر. يعني أستاذ عبد الناصر، الحكومة ربما في هذا أو بهذا البيان الذي وجدته متأخرا ربما أظهرت أيضا كم أن ظهرها مكشوف من خلال المجتمع الدولي، وبأنها لا تدعم، على العكس أن هناك ضغوط دولية تمارس عليها، لم تستطع يعني أن تحل كثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق مثلا كما ذكر يعني مسألة فقط تسويق وبيع نفط المسيلة التي يعني ربما إلى الآن لم تتمكن من ذلك، وتحرير أيضا رأس عيسى. ما رأيك؟
يعني أولا الحكومة أعتقد بأنها تحاول أن توجد مبرر لعجزها. العجز الحكومة واضح وبين في جميع المجالات وليس فقط في المجال الاقتصادي. من ناحية أخرى قضية تصدير المشتقات النفطية، أولا لا يوجد حاليا إنتاج للنفط في معظم الحقول. الحقول التي يوجد فيها إنتاج هو فقط أجزاء من حقول صافر في مارب، وهذه الكمية بيتم تكريرها في مصفات مارب وهي لا تتجاوز 10 إلى 12 ألف. ماذا عن المسيلة أستاذ عبد الناصر؟ المسيلة متوقف الإنتاج فيها، وما موجود هو في خزانات الضبة في ميناء الضبة. في الخزانات هناك حدود 3 مليون برميل، حتى الآن لم تستطع الحكومة أن تتصرف بها، والسبب ليس العالم الدولي، السبب داخلي ومحلي، وهناك تدخلات إقليمية معينة، ولكن محافظة حضرموت ترفض أن تسلم للدولة، وهذه هي واحدة من إشكاليات ومشاكل اليمن التي سنواجهها الآن وفي المستقبل، وهي مشكلة الأقلمة التي لم تصبح حقيقة قانونية، لم يصبح لها أي شرعية قانونية، ولكن البعض يريد أن يشرع لنفسه. الآن محافظ حضرموت ومحافظة حضرموت ترفض أن تسلم الحكومة هذه الكمية بحجة أنها تريد مبلغ خاص بالمحافظة تحت حجة تنمية المحافظة. أيضا عمال شركة المسيلة يرفضون العمل والسماح بتصدير هذه الكمية ما لم تعطى حقوقهم أو مستحقاتهم المتوقفة من فترة طويلة. هناك في شبوة قبل فترة سمعنا بأن أحد شركة النمساوية التي تنتج النفط هناك حاولت أن ذهبت إلى هناك لتعيد تفعيل وإنتاج النفط، ولكنها صدمت بمطالب جديدة لقادة المحور وقادة عسكريين وقادة الميليشيات وكل شخص وكل قائد عسكري يريد أن يكون له حصة من هذه الثروة. وهذا كله يشير إلى أن اليمن هي محتاجة من جديد إلى دولة وإلى سلطة مركزية. فكرة الأقلمة وفكرة كل منطقة تتحكم بجزء من الثروة السيادية هذه أكبر مشكلة لا حتى الآن ستؤدي إلى أن تتوقف كل الموارد السيادية أو أنها تصبح مجيرة لصالح أمراء الحروب. الآن حتى لو افترضنا بأن سمح بإنتاج النفط بشكل كامل، معظم الشركات الأجنبية لم تعد وليس لديها النية لأن تعود الآن لتمارس عملها. ما هو موجود الآن هو النفط. شركة صافر هي الجهة تقريبا التي عندها استعداد أكثر من 80%. المنتج في مارب هذا النفط لا يمكن تصديره إلا عبر رأس عيسى، ورأس عيسى هو حاليا تحت سيطرة الميليشيا. وخط أنبوب النفط يمر عبر مناطق تسيطر عليها الميليشيا، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من هذا الممر. أما فيما يتعلق بحضرموت، كثير من الشركات غير شركة المسيلة انسحبت والإنتاج هناك متوقف، وهناك إضافة لهذه المشاكل هناك ستكون مشاكل فنية أنه تعيد تفعيل هذه الحقول تريد إلى استثمارات وتريد إلى فترة معينة حتى تصبح جاهزة للعمل. نعم، إذن أنقل يعني هذه التساؤلات للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني يتحدث الأستاذ عبد الناصر بأن المشكلات الداخلية والفنية منها كثيرة جدا التي لم تستطع الحكومة حلها، فلا يعني هل يمكن القول أن الحكومة فقط تبحث عن شماعة المجتمع الدولي لتعلق عليها فشلها الاقتصادي كما تحدث الأستاذ عبد الناصر؟ هو حقيقة أختي العزيزة لا نستطيع أن نلقي باللوم كاملا على الحكومة مهما كانت التفاصيل ومهما كانت هناك مشاكل جانبية وأشياء بسيطة. نحن عندما نتحدث حتى عن مليون أو مليونين برميل هذا لا يشكل شيء في اقتصاد دولة. أنت الآن تواجه مسؤولية كبيرة أمامك دولة بكل فروعها بكل مؤسساتها، تريد تشغيل، تريد مرتبات، تريد إعادة تطبيع الحياة كاملة. الحقيقة المسؤولية تقع على عاتق التحالف. التحالف يجب أن يرفد الحكومة بميزانية محترمة تستطيع من خلالها تشغيل نفقاتها والوفاء بالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية أمام الشعب اليمني وأمام المناطق المحررة على وجه التحديد. هذا أولا. وكما أسلفت أنه جماعة الحوثي سنصل إلى نقطة انهيار كلي وستتوقف المرتبات عن الشعب كله، وحينها الآن في مناطق خصوصا في الشمال
معظم الناس صامتين على الحوثي لانه يتلقى مرتبه من جماعه الحوثي، لذلك هم كذا فسيشهدون انتفاضات جياع هناك في معظم المحافظات الشماليه. لكن على دول التحالف القيام بمسؤوليتها. نحن الان امام معركه مصيريه، معركه اليمن وضد الانقلابيين وضد المد الايراني، معركه مصيريه. يا اختي انا ساعطيك مثال ولو انه خارج السياق لكنه متصل. يعني عندما كانت بعض الدول العربيه والخليجيه تدعم وترفض بعض الدول الاخرى بعشرات المليارات من الدولارات، مع ان هناك ليست قضيه امن كان يمس الامن القومي، مثلا دعم ميزانيه مصر وغيرها. نحن امام قضيه مفصليه، الحكومه يجب ان تخاطب التحالف بكل وضوح. نحن الان امام معركه مصيريه، اذا فشلنا اقتصاديا فستستمر الازمه ولن ننجح ولن يتم حسم شيء على الارض اصلا. نعم. اذا عند هذه النقطه استاذ عبد الناصر، يعني كيف تعلق، يعني يعلق المسؤوليه كامله الاستاذ محمد على التحالف الذي لم يقم بمسؤوليته كما يجب؟ عليه ان يدعم الحكومه بميزانيه محترمه تمكنها من التحرك من خلال ذلك. هل تجد ان هذا الامر يعني منطقيا؟ منطقي. دول التحالف عليها مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه ايضا قانونيه، لانه بسبب الحرب تعطل معظم الاقتصاد اليمني. حسب تقديرات البنك الدولي ان الاقتصاد اليمني انكمش بما يقارب 30%، ونحن هنا نتحدث عن حوالي 15 مليار دولار من الاقتصاد اليمني اصبحت تعطلت خلال العام الماضي بسبب الحرب. ومعظم إيرادات الحكومة توقفت، التي نقصد بها النفط والغاز، وكذلك المساعدات الخارجية والموارد الجمركية ومعظمها متوقفة تقريبا. وبالتالي ميزانية الحكومة ليس لديها ميزانية، وكان يفترض من الحكومة ومن دول التحالف منذ بداية الحرب أن يتفقوا على أن يكون هناك ميزانية تشغيلية للدولة للحكومة اليمنية. بدون هذه الميزانية حاليا لا توجد ميزانية تشغيلية. كل ما يحدث أن أي احتياجات للسلطة اليمنية أو للجيش اليمني أو المسؤولين يتم صرفها من قبل دول التحالف وبنظرهم، وبالتالي ليس هناك من دور لوزارة المالية اليمنية التي هي خاضعة للسلطة الشرعية. وهذا الأمر يعني بأنها سلطة عاجزة، لأنه من لا يملك المال لا يملك السلطة. السلطة هي في الأخير الوجه الآخر للسلطة، هي نفقات، هي موارد. هي إذا لم تمتلك هذه الدولة الحكومة موارد فهي تصبح أولا غير مستقلة، وتصبح تحت رحمة من يمتلك الموارد، وهي تصبح عاجزة عن فعل أي شيء. لاحظنا أن دول التحالف لم تقم بما كان يعتقد أو يفترض أن تقوم به من خلال ضخ مبلغ كبير. يعني نحن نتحدث المبلغ الذي نتحدث عن ميزانية الحكومة عام 2014 كانت 13 نفقات الحكومة 13 مليار دولار، ما يساوي 13 مليار دولار. قبل فترة وجيزة عندما احتاجت عدن لاحتياج ماس للكهرباء، الامارات العربيه قدمت للحكومه قرض ولم تقدم له حتى منحه، قرض لمده سنتين بمبلغ تقريبا 57 مليون دولار. وهذا يشير الى ان دول التحالف ليس لديها اي استعداد او ليس لديها اي تصور لما عليها لبناء ما تم، يعني نعم لاعاده البناء. نعم لاعاده البناء، لنقل ليس اعاده البناء، لتشغيل، لإبقاء على الأقل عجلة الحكومة، لأنه بدون موارد الحكومة كما ذكر الأخ من قطر سنواجه مشكلة وكارثة كبيرة. الكارثة الاقتصادية يا أختي العزيزة كما تعرفي ويعرف الجميع تختلف حتى عن الحرب. الحرب ممكن يتأذى منها الشخص أو الأسر أو المنطقة التي تقع فيها الحرب، لكن الاقتصاد عندما ينهار يتأثر به المجتمع كله. حاليا عندما يحدث انهيار للعملة اليمنية وتضخم وارتفاع في الأسعار يعاني منه جميع أفراد الشعب اليمني، وبالتالي نحن فعلا أمام كارثة أسوأ من كارثة الحرب، وهي كارثة الموارد الاقتصادية المعطلة. كيف سنعيد؟ أولا كيف نحافظ على هذه الدولة؟ لابد من ميزانية تشغيلية لهذه الحكومة، هذه النقطة الأولى. لأن الميزانية التشغيلية ستحافظ على الدولة، ومحافظة على الدولة ستخلق الاستقرار النسبي الذي يسمح أيضا بإعادة تفعيل الموارد الاقتصادية. إذا لم
لم نكن اذا لم نبدا بهذه الخطوه لن نصل الى الخطوه الثانيه، بمعنى انه عندما لا يكون هناك ميزانيه حكوميه ستشهد اليمن المزيد من الفوضى والمزيد من العنف، وبالتالي لن تكون هناك امكانيه لتفعيل الموارد الاقتصاديه وتحديدا النفط والغاز، بحيث نرفد خزينه الدوله بموارد طبيعيه لتعيد لها الحياه. نعم، نتمنى طبعا ان تعود الحياه على أكمل وجه في اليمن بشكل أو بآخر. شكرا لكما ضيفي العزيزين عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، أشكر لك أيضا أستاذ محمد عثمان المحلل السياسي أيضا كنت معنا عبر سكايب من الدوحة، وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.